احتياطنا بصفة عامة هي تفعيل الآليات لمواجهة الإرهاب، لمحاصرة التنظيمات المتطرفة وأيضا المصادر الممولة لها، سواء كانت هذه المصادر دول، تنظيمات، أطراف ضالعة بشكل كبير جدا في الإرهاب. بالتأكيد حدث كثير من نقاط تحول إيجابية والحاسمة في سبيل هذه المواجهة وهذا التعاطي الجاد والفاعل والصارم مع الإرهاب في الفترة الأخيرة. على سبيل المثال، المقاطعة الدبلوماسية مع قطر على خلفية ممارساتها الداعمة والمحتضنة للإرهاب، وأيضا تدخلاتها السفيرة في شؤون الداخلية العربية. عندنا طبعا من الموضوعات المهمة جدا هي الزيارة الحالية اللي بيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا. كثير من المحاور اللي بنسلط عليها الضوء ونتناولها تفصيلا وتحليلا في لقاءاتنا مع حضراتكم في البرنامج، خاصة فيما يتعلق بالأفاق الأرحب للشراكة المصرية الألمانية. بالتأكيد هذه العلاقات الثنائية بين الدولتين تقف على أقدام ثابتة بشكل كبير جدا، بالنظر أيضا إلى دورية اللقاءات اللي بيعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القيادات الألمانية. ودوما الملف الأساسي اللي بيتم التطرق ليه هو الملف الاقتصادي، اللي بالتأكيد بيغلب بشكل كبير جدا على الفعاليات اللي بتشهدها الزيارة هذه المرة، بالإشارة أيضا إلى البعد الإفريقي الألماني من خلال ما حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا من لقاءات تكرس بشكل كبير، كما يعكس عنوان الندوات اللي عقدت على هذه الخلفية: شراكة مصرية ألمانية، شراكة إفريقية ألمانية في مستقبل مشترك. أيضا هيكون لنا وقفة حوارية حول دور الاتصالات المصرية الأمريكية وما يعول عليه في هذه المرحلة لتفعيل التعاطي الأمريكي والموقف الولايات المتحدة حاليا تجاه مكافحة الإرهاب وتذليل كثير من العقبات وتكثيف منابع التمويل كما ينبغي أن يكون. ده بيتطلب أن يكون في تفاهمات وتعاونات بين الولايات المتحدة من جانب وبين الدول العربية ذات الثقل من جانب آخر، وعلى رأسها بالتأكيد مصر. نتوقف بشكل كبير أيضا مع أبعاد هذه العلاقات المتميزة المصرية الأمريكية والاتصالات الجارية في هذا الشأن. هنتقل مع حضراتكم لجولتنا الإخبارية المعتادة اللي بنبتدي بيها برنامج من القاهرة، وأول المحطات بالتأكيد متعلقة بالحراك في العلاقات المصرية الألمانية على خلفية الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين، وتأكيد في هذا السياق من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تكثيف الجهد الدولي في مواجهة الدول التي تقوم بتمويل ودعم الإرهاب وتوفير الغطاء السياسي والأيديولوجية. وأشار السيد الرئيس إلى ضرورة توجيه رسالة حازمة لهذه الدول إذا ما أراد المجتمع الدولي القضاء على هذا الإرهاب الآثم وهذه الظاهرة المستشرية في الآونة الأخيرة التي لا تستثني دولة. شفنا بالتأكيد اللي حصل في بريطانيا في أكثر من موقف في فترة وجيزة في الفترة الأخيرة، مما يكرس لأهمية القضاء على الإرهاب بشكل كامل، وده يتطلب تعاطيات أكثر إيجابية ترقى إلى جسامة ما تمثله هذه الظاهرة في حال لم يتم احتوائها بالشكل المطلوب. خلال اللقاء بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إشادة بالتأكيد بمستوى التعاون المتميز بمصر وألمانيا، وأعربت ميركل عن سعادتها بزيارتها الأخيرة لمصر في مارس الماضي، وأكدت دعم بلادها لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر. كما أكدت ميركل حرص الشركات الألمانية على زيادة أنشطتها في مصر وتعزيز استثمارات القائمة بالفعل. كما أشارت المستشارة الألمانية إلى أهمية دور مصر في منطقة الشرق الأوسط، وأعربت عن تقديرها لما تبذله مصر من جهود في التصدي للإرهاب، بالإضافة إلى الدفع قدما بالصعيد التنموي في مصر، إضافة أيضا إلى مساعي مصر لتحقيق التسوية السياسية لكثير من الأزمات القائمة في المنطقة. على هامش زيارة الرئيس سيسي إلى ألمانيا، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ثلاث اتفاقيات مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني جاد مولا بقيمة حوالي 203 مليون يورو في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والري.
وأشادت سحر نصر بعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدة أنها تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية كافة. وتتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المنحة من حيث حجم التمويلات والمنح السنوية. وأشارت نصر إلى أن استراتيجية التعاون المصري الألماني تركز على 4 محاور، هي التنمية الاقتصادية المستدامة، الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الموارد المائية والري والصرف الصحي، والمخلفات الصلبة. أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال أن لجنة الشؤون الدستورية وتشريعية ستواصل مناقشة قضية تيران وصنافير ومسألة تعيين الحدود البحرية في هذه القضية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك في تمام الساعة 9:30 من مساء اليوم. وأن تقتصر المشاركة في هذا الاجتماع على أعضاء اللجنة. جاء ذلك عقب الاجتماع اللي كانت قد عقدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم حول الاتفاقية، كان قد شهد جدلا ومشادات حول هذا الموضوع بين بعض النواب. وأكد دكتور عبد العال خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أنه لا يمكن أن تكون المقاطعة بالطريقة التي شهدها اجتماع الأمس، وأضاف أن الجميع له حق النقد والتوجيه بما يشاء من رسائل، ولكن يعني في اعتبارات يجب أن تراعى، وهناك لوائح وتقاليد برلمانية معمول بها، ويجب في هذا الإطار احترام حرمة المنصة. ومسألة فرض الرأي بالقوة كما أكد علي عبد العال هو أمر غير مقبول. معنا للمزيد من المتابعة عبر الهاتف نائب يحيى الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب. تحية لحضرتك، مساء الخير. أهلا يا فندم، أهلا ليك ومشاهديك الكرام. يعني التطورات الأخيرة بعد ما شاب جلسة الأمس وما أيضا أفاد به رئيس مجلس النواب علي عبد العال. تمام حضرتك. هو النهارده يعني كان الاجتماع الثاني للجنه التشريعيه بحضور من اراد من الساده النواب، استمعنا فيها الى اراء اللجنه الفنيه وبعض المتخصصين والمساحه البحريه ووزير الخارجيه والسيد وزير مجلس النواب، الخبراء في التاريخ وفي الجغرافيا في كل المجالات، كان الاجتماع. بس للأسف أن في بعض السادة النواب جنبهم الصوافي التدخل في أثناء الكلمات ومحاولة تعطيل الجلسة بشكل غير مبرر وشكل يزيد عن الحد المسموح به يعني في نقاش الموضوعات الهامة الحيوية اللي هو المفروض يبقى في إتاحة كاملة للسادة النواب للاستماع وطرح الأسئلة والاستماع للإجابات من جانب المتخصصين حتى نكون عقيدة. احنا حاليا في يعني شكل زي المحكمة بالضبط، تستمع للمتهم والشهود وتستعين بالخبراء والمتخصصين حتى تصل إلى عقيدة من يعني شكل تعطي وجدان القاضي العقيدة اللي هي تجعله يصدر الحكم. احنا لم نتمكن بسبب التعطيل اللي عملوه السادة النواب المعارضين ان احنا ننتهي الى رأي، رغم ان اللي استمعنا اليه حقائق وثوابت قانونية، منها ان الجانب المصري اقر بارادته المنفردة سنة 90 بالقرار الجمهوري سنة 90 بوضع نقاط الاساس وخطوط الاساس اللي هي على اساسها خرجت تيران وصنافير من المياه الإقليمية المصرية، في حين أن الجانب السعودي وضع نقاط الأساس جزيرتين ضمن حدود الجغرافية، والكلام ده أرسل للأمين العام للأمم المتحدة. الجانب الإنجليزي عنده وثائق، الجانب الأمريكي عنده وثائق، العالم كله حاليا يعلم تماما بتبعية تلك الجزر إلى الجانب السعودي. ايه الموقف القانوني العاقل اللي هو يجعل مصر في منع عن الانتقاد ان احنا دولة ذات حضارة لا نسلب حق الاخرين؟ الاراضي دي اراضي اخذت بغرض الحماية وكان عليها حق الادارة وليس حق السيادة، وبالتالي
الامر يحتاج يعني هو في النهايه حتى نكون متوازنين، حق النقد مكفول لكن يجب على هذا الانتقاد ان يكون مطابقا للمواصفات، ما يكونش فيه مساس بان هو يعطل من سير العمل، ما يكونش فيه فرض الامر بالقوه ويعني تخلي عن ثقافه المقاطعه، لكن في نفس الوقت كل له رؤيه، المهم ان هو يقدر يدعمها بالاسانيد والقوانين ويكون موثق زي ما حضرتك تفضلت وقلت. بشكرك شكرا جزيلا استاذ يحيى الكدواني وكيل لجنه الامن القومي والدفاع بمجلس النواب. من ناحيه اخرى، وافقت لجنه القوى العامله بمجلس النواب على مشروع قانون بزياده المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التامين الاجتماعي بحيث تزيد المعاشات بنسبه 15% اعتبارا من اول يوليو عام 2017 هذا العام. وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب جبالي المراغي وبحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث يمنح العاملون اعتبارا من أول يوليو علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيه شهريا وحد أقصى 130 جنيه. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي أن الزيادات في المعاشات كانت تصل في السابق إلى 10% سنويا، ولكن بسبب التضخم والأسعار كان هذا الطلب بالزيادة من قبل وزارة المالية بنسبة 15%. طبعا لينا متابعة حول الموضوع ده، معنا بالفعل على التليفون أستاذ عبد الرازق الزنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. أهلا بحضرتك. مساء الخير أستاذ عبد الرازق. مساء الخير يا فندم، كل عام وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك طيب. يعني ماذا بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون بزيادة المعاشات والتطور الملحوظ اللي حصل فيه النسبة لكي تصل إلى 15% اعتبارا من يوليو عام 2017، بالنظر إلى أن هذه الزيادة بالتأكيد في منظور وفي منطلقات لعملها في الوقت اللي بتكلف فيه هذه الزيادة، بتكلف فيه الدولة 20 مليار جنيه بالضبط يا فندم؟ اتفضل. هو طبعا النهارده كانت جلسه ساره يعني بحضور السيد وزير الماليه ووزير قطاع الاعمال ووزير التامينات، وحضر معانا وزير الانتاج الحربي حضرتك، اللي كان في باكوره من القرارات او مشاريع الاقتراحات بقانون للعلاوات المعينه. اهم هذه الحاجات اللي هي اسفرت عن مطالبات عديده بالنسبه لنا احنا، اللي هي زياده اصحاب المعاشات بنسبه 15%. وكان نص الماده انها تزاد بنسبه 15% اعتبارا من 1/7/2017 المعاشات المستحقه قبل هذا التاريخ والمقرره وفقا لاحكام القوانين المنظمه. وطبعا عملنا حضرتك العلاوه ديت بحد ادنى 130 جنيه وبحد اقصى ممكن يصل الى 551 جنيه. احنا نميل ان احنا يعني نسمن دور اللجنه في القيام بالواجب مع اصحاب المعاشات، لان اصحاب المعاشات بيمروا بظروف صعبه بالنسبه للمراحل السنيه او العمريه او المرضيه في هذا التوقيت بالذات يعني. وبالنسبه للاعباء المعاشيه بتاعت متطلبات او ابنائهم اللي كبروا. مش معنى كده ان احنا نتناسى برضو اصحاب الموظفين المخاطبين بالخدمه المدنيه او غير الخدمه المدنيه. برضو النهارده تم اقرار علاوه ثاني من 1/7 للمخاطبين بقانون الخدمه المدنيه. السيد وزير قطاع الاعمال وافق على اقرار علاوه بقانون او مشروع قانون وافقنا عليه معاه. علاوة غلاء وعلاوة استثنائية يعني غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اللي بيخضعوا لقطاع الأعمال يعتبر أخذوا علاوتين النهاردة. فحصيلة النهاردة الموافقة بتاعت اللجنة وافقنا على أربع مقترحات لمشاريع قوانين: زيادة المعاشات 15% بحد أدنى 130 وحد أقصى 551، وعلاوة غلاء وعلاوة استثنائية للعاملين بقطاع الأعمال اللي هم الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية. امتى ممكن نقول ان الصرف هيكتمل يا فندم؟ يعني حضرتك احنا بنتكلم طبعا عن علاوات كتيره جدا، وكان قبل كده كان في بالفعل توجيهات ان غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه ياخدوا العلاوه اللي كانت مقرره، اللي كانت ايضا بحد ادنى 65 وحد اقصى 130، لكن ربما حتى هذه اللحظه لم يعني تكتمل عمليات الصرف. فهل في مدى زمني محدد يعني؟ اللائحه التنفيذيه بعد اقرار القانون صدرت للجهات والمصالح المختصة، لكن ده تأخير من المصالح الحكومية نفسها. لكن احنا انهينا دورنا. وممكن اي جهة تقصر يخطرونا بشكوى او بطلب احاطة في لجنة القوى العاملة
ويتم التحقيق واستخدام المازول. انا بشكر حضرتك. يحضرني انه اخواننا في شركات الكهرباء برضه عشان نوضحها للساده المشاهدين سريعا بعد اذنك يا استاذ عبد الرازق، اتفضل. كان اشتكوا ان هم ما اخذوش ال 10% بتاعه المخاطبين بغير الخدمه المدنيه. ناقشنا مع وزير قطاع الاعمال ووزير الماليه، فرد علي قال انه في القانون 159 المنظم للعلاوات والمنظم للمكافآت في هذه الشركات بيغطي هذه العلاوه وبيزيد عليها، وان شاء الله ربنا يزود الموارد الماليه ونزود العلاوات قد ما نقدر للمعاشات والعاملين ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ عبد الرازق الزنط امين سر لجنه القوى العامله بمجلس النواب. رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل وجه باستمرار توفير ما يلزم من السلع الاساسيه والحفاظ على ارصده كافيه منها مع العمل على ضخها في المنافذ والمجمعات الاستهلاكيه بالكميات المطلوبه، لان بالتاكيد الطلب متصاعد ومتوالي خاصه خلال الشهر الكريم، ومهم جدا يكون في توازن بين العرض والطلب خاصه في هذه المرحله وتلبيه لمتطلبات المواطنين في هذا الاطار. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير التموين علي المصلحي. معنا المزيد من المتابعه الاستاذ عيسى مرشد مدير تحرير الاخبار والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. متابعه حضرتك، اتفضل. مساء الخير استاذ عيسى. مساء النور يا استاذ، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حضرتك بتتابع ازاي عمل في لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية المختلفة خاصة في شهر رمضان المبارك؟ احنا عايزين نتفق ان الاجتماع ده اجتماع تكميلي لسلسلة من الاجتماعات السابقة التقى فيها المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين دكتور علي مصلحي. تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بصورة كبيرة. أكد أن الأرصدة من هذه السلع كافية وتكفي الاحتياجات الاستهلاك في الفترة القادمة. وأكد الدكتور علي مصلحي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع اللي استمر قرابة الساعتين أن تم تحديث 8.6 مليون بطاقة في بطاقة التموين، وهيتم الانتهاء من عمليات التحديث نهاية هذا الشهر، نهاية يونيو الحالي. أنا بأرى أن عمليات التحديث والإجراءات اللي تم توفيرها في إطار الضوابط اللي حطتها وزارة التموين تؤكد حرص الوزارة على استكمال منظومة البطاقات التموينية وتحديثها وضمان وصول الدعم الى مستحقين. وطبعا ده هيساهم كتير في التيسير على المواطنين. ال 8 مليون بطاقه تموينيه اللي تم الانتهاء منها الحركة اشرت ليها 8.6 مليون بتمثل قد ايه بالنسبه للعدد الاجمالي، الكم الاجمالي البطاقات التموينيه اللي حضرتك بتقول هيتم الانتهاء منها خلال شهر؟ ما هو حضرتك هو نهايه الشهر ده كان الباقيين اللي ما حدثوش البطاقات بتاعتهم كانوا 9 مليون، هو انتهى من 8.6 يعني فاضل 400,000 او 300,000 تقريبا. تمام. 300,000 دول جاري ادخال البيانات بتاعتهم في وزاره الانتاج الحربي، وده بيؤكد ان المنظومه تسير طبقا للبرنامج اللي تم تاكيده والبرنامج اللي تم تخطيطه. المهم ان في البطاقات الورقيه اللي هي خاصه بساعه الخبز، وزير التموين قال قدامنا اسبوع والبطاقات دي مش هتنفع، البطاقات الورقيه ده بيحث الناس على استكمال الاجراءات الخاصه بالبطاقات الكارت الذهبي الالكتروني عشان يقدر كل مواطن يحصل على احتياجاته ويحصل على رغيف الخبز. جانب اخر من هذه الامور، ووزير التموين قال ان رصيد اللحوم والدواجن والارز والزيت والسكر دي ارصده كافيه بتتجاوز اللي هو من 4 إلى 6 شهور، وده بيعتبر في ضمن المنظومه المعروض بها الارصده الاستراتيجيه يتفق الرؤيه العالميه. وزير التموين عرض برنامج متكامل عشان تنظيم عمليه التجاره الداخليه من خلال مجموعه من الاجراءات، هذه الاجراءات تستهدف في منظومها توفير الاحتياجات، فتح سلسله من المنافذ والسلاسل التجاريه، التوسع في اقامه المناطق اللوجستيه، اسواق الجمله والبيع للمواطنين، وده بيعتبر ضوء اخضر بالنسبه لاستكمال منظومه. بالتاكيد يعني الاجراءات دي كلها متكاتفه هتساهم في تقليل كثير من شكاوى ومعاناه المواطنين وتيسر عليهم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عيسى مرشد مدير تحرير الاخبار والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء.
وقفتنا الحوارية القادمة هنقترب من خلالها بشكل أوفى من العلاقات المصرية الألمانية في ضوء المشاركة المصرية الفاعلة في القمة الإفريقية الألمانية وكثير من الدلالات والمحاور وثيقة الصلة. نتوقف عندها في هذا الحوار معكم بعد الفاصل، كونوا معنا. زيارة مهمة للرئيس السيسي إلى ألمانيا تعطي دفعة للعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية على كافة المستويات، وكذلك لحضور القمة الاقتصادية الألمانية الإفريقية المصغرة والتي تنظمها الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين تحت شعار الاستثمار في مستقبل مشترك، والتي تركز على الاستثمار في البنية التحتية بالقارة الإفريقية. وفي كلمته أمام قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا من برلين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تحرص على طرح رؤى وطموحات للدول النامية، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به ألمانيا في تعزيز جهود إنعاش الاقتصاد العالمي والتحفيز المالي والإصلاح الهيكلي. من ناحية أخرى، أكد السيسي في افتتاح فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الألماني في برلين أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية، أبرزها حجم السوق الكبير الذي يزيد عن 93 مليون نسمة، إضافة إلى كون مصر بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والإفريقي. هذا وتطور التبادل التجاري بشكل ملحوظ بين القاهرة وبرلين خلال العام الماضي بزيادة نحو 30%، والاستثمارات الألمانية في مصر زادت بشكل كبير، منها استثمارات شركة سيمنز في مجال الطاقة، وكذلك الاستثمارات في مشاريع الطرق والبنية التحتية والمدن الجديدة لتكون الشركات الألمانية شريكا فاعلا وموثقا به في السوق المصرية. بالتأكيد الملف الاقتصادي حاضر بقوة في اللقاءات اللي بتعقد على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا. العلاقات التجارية الزراعية، بالإضافة أيضا إلى توافق الرؤى تجاه التطورات السياسية في المنطقة، الشوكة اللي أصبحت مسار مخاوف الجميع على مستوى العالم، بالتأكيد قاسم مشترك في أي محادثات بيعقدها الرئيس السيسي مع أي دولة موجهة بتعاون وتنسيق معها، الإرهاب وتحديات الإرهاب والدعم والتمويل وأهمية تكثيف هذه المصادر بشكل متسارع في هذه المرحلة. بالتأكيد كثير من الملفات يهيمن عليها كما أسلفنا الشق الاقتصادي خلال هذه الزيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين، وما أجراه من محادثات ولقاءات، وأيضا بالإشارة إلى المشاركة المصرية الفعالة في القمة الإفريقية الألمانية. معي ومعكم في هذا اللقاء الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات. أهلا بحضرتك دكتورة. أهلا بك. أهلا بك. يعني لو هناخد انطلاقة الأول لنظرة أكثر قربا للعلاقات المصرية الألمانية، سواء على خلفية هذه الزيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي أو هذا اللقاء بينه وبين أنجيلا ميركل اللي تقريبا أفتكر بيعتبر اللقاء الثالث خلال سنة واحدة، وبالتأكيد ده في حد ذاته ليه دلالة. قراءة حضرتك إيه؟ هو الحقيقة ألمانيا من العواصم الأوروبية المهمة اللي بتعول على القاهرة بشكل كبير خلال السنتين اللي فاتوا. رؤية ألمانيا بتركز على أن القاهرة عاصمة محورية في الإقليم، عاصمة تواجه تحديات كبيرة، من المهم الحفاظ على مصر الدولة وعلى مؤسسات الدولة، ومن هذا المنطلق بتوطد ألمانيا علاقتها بالقاهرة. في المقابل الرئيس السيسي بالتأكيد والإدارة المصرية تعلم تماما أن ألمانيا ذات الوزن الأهم في الاتحاد الأوروبي، لها سياسات قائدة في هذا الاتحاد، لها رؤى أيضا شبه مستقلة فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية. الوزن العالمي لألمانيا أيضا وزن كبير في وقت إحنا بنشهد فيه نوع من أنواع الارتباك في النظام الدولي اللي بيؤشر إلى أن في قوى بتنهار أو بتقل قوتها أو وزنها، وفي قوى بتصعد زي الصين زي ألمانيا. فبالتالي في هذه اللحظة من المهم أن القاهرة تكون لها علاقة بمراكز عالمية مرشحة للصعود،
ومن المهم انها يكون لها علاقات بألمانيا على اعتبار انها قوة قائد في الاتحاد الاوروبي. في قضايا كتير الحقيقة بتهم ألمانيا وبتهم القاهرة، من اهمها الامن الاقليمي والدولي، والامن الاقليمي مسألة مرتبطة باوضاع الامنية في الساحل والصحراء، هذه مسألة مهددة للامن القومي المصري وايضا مقلقة لألمانيا على اعتبار ان البعد الامني في افريقيا، عدم الاستقرار في افريقيا احد اسباب المباشرة للهجرة غير الشرعية اللي بتثقل كاهل ألمانيا فيها هذا التوقيت، سواء بسبب الأزمة السورية، الأزمة اليمنية، الأزمة العراقية، الأوضاع في السودان وأيضا الأوضاع في إفريقيا بشكل عام. دي قضايا أو نقدر نقول هو ده السياق الحاكم لهذه الزيارة المصرية وزيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا. الهجرة غير الشرعية دكتور أماني وملف اللاجئين وبالتأكيد التحديات الأمنية والإرهاب المتعاظم على مستوى العالم، دي بينظر إليها بشكل كبير جدا إن هي تحديات مشتركة، يعني بمعنى بتواجه أي طرف داخل في تعاون مشترك أو في مواقف مشتركة لمواجهة تحديات معينة. قبل كده كان دايما بيبقى ملازمنا كمصر أو كساحة إفريقية بصفة عامة مشكلة إن لما بيكون في حديث عن تعاون بيننا وبين طرف غربي، في النهاية ممكن يكون ممثل الكيان الأكبر للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، كتير كان بيبقى فيه نظرة قاصرة إن هناك طرف هو الذي يقدم العون وطرف آخر هو الذي يتلقى العون، ما كانش بينظر لإفريقيا كشريك على قدم المساواة. لما ابتدى يبقى فيه التحديات اللي موجودة حاليا، هل حضرتك شايفة أن ده إلى حد ما غير كتير من المفاهيم والمعايير اللي كانت متعارف عليها سابقا؟ إفريقيا ما زالت بشكل عام ليست شريكا للأطراف الدولية. إفريقيا ينظر إليها من عدد من الزوايا. الزاوية الأولانية ما يرتبط بالبعد الأمني وتأثيره على تعظيم التهديدات في إفريقيا. الزاوية الثانية ما يرتبط بالإمكانيات الاقتصادية ودورها في تعظيم أيضا الاقتصادات الأوروبية على اعتبار أنه بيتم الاعتماد بشكل كبير على الموارد الإفريقية في دعم الاقتصادات الأوروبية. الشريك الحقيقة لازم يكون شريك قادر على الاستفادة بموارده بشكل مستقل، وده الحقيقة معظم الدول الإفريقية ما بتعملش ده. حتى الآن بيتم الاعتماد على الموارد الأولية في العلاقات الإفريقية مع العالم. خطة الاتحاد الإفريقي وما يعني نتمناه أو ما نتمنى أن تقوم به مصر في هذه المرحلة هو المساهمة في تعزيز فكرة أن إفريقيا شريك وأن هذا الشريك له متطلبات، وهذه المتطلبات يعني تتعلق بالتعامل مع الموارد الأولية الإفريقية بشكل أكثر عدالة، وتتعلق بدعم الدول الإفريقية بعضها البعض. يعني خليني بقى أتوقف مع حضرتك مع دلالات عنوان القمة نفسه، يعني شراكة إفريقية ألمانية في مستقبل مشترك، مهم جدا نقطة انطلاقنا تكون إن في مشاركة في التحديات، إن أي ضرر حيلقي بظلاله على الجميع، ما بقاش في دولة بمنأى عن تحديات الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين وعدم وجود ضابط ورابط لها وغيرها، انطلاقا إلى الـ 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 يعني مهم جدا أيضا أن يكون في تعاون على صعيد التعاون الاقتصادي اللي بالتأكيد يعني هنفسح له المزيد من المجال، لكن بعد متابعة موجز أخبار الساعة ونرجع لحضراتكم مرة تانية، وهذا اللقاء مع دكتورة أماني طوبي. أبقى مع حضراتكم وأفاق أرحب للتعاون سواء بين القارة السمراء بين إفريقيا وبين المجتمع الغربي على خلفية الحراك الحاصل الآن في برلين بألمانيا، وأيضا الأفاق الأرحب للعلاقات الثنائية المصرية الألمانية وربما كثير من المجالات مرشحة أن هي ترسخ لعلاقات ثنائية أكثر تميزاً بين الدولتين في الفترة القريبة القادمة إن شاء الله. بجدد تحية دكتورة أماني طويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات، أهلا بحضرتك. أهلا دكتورة أماني. إحنا يعني بالحديث عن أفاق أرحب للتعاون المصري الألماني، لو اتكلمنا عن يعني خصوصية
في الشق المتعلق بالتعاطي مع الأوضاع الأمنية في أفريقيا، وإحنا عارفين أن في توجهات ألمانية تجاه أفريقيا، وفي توافق في وجهة النظر بين مصر وبين ألمانيا لأهمية أن يكون في يعني تعاطيات غير تقليدية ترقى إلى ما تمتلكه أفريقيا اللي كان بينظر إليها في وقت من الأوقات أن هي سلة الغذاء العالمي، وما تشهده أيضا من أزمات طاحنة بتؤثر سلبا على هذه المكانة اللي كانت موجودة في السابق للقارة السمراء. اللي أنا بتصور الحقيقة أن الموضوع الأول المفترض يتم التركيز عليه في أي في العلاقات المصرية الأمريكية هو الألمانية هو موضوع التحدي الأمني. في منظور ألماني في هذه اللحظة لمعالجة أو لمواجهة تحدي الهجرة غير الشرعية أنه يتم دعم لوجستي لبعض الدول الإفريقية على مستوى العسكري، أنه يتم إقامة مراكز في بعض النقاط الإفريقية اللي هي طريق عبور الهجرة غير الشرعية لمحاولة تحجيم هذه الهجرة. المهم أتصور في هذه المرحلة أن يتم تفاهم مصري ألماني فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، لأن احنا عارفين أن ليبيا عدم الاستقرار في ليبيا يعد نوع من أنواع الدعم غير مباشر لكل الميليشيات المسلحة الموجودة في إقليم الساحل والصحراء. استقرار الدولة في ليبيا، وحدة التراب الليبي، دعم فكرة أن يمتلك الجيش القومي الليبي أيا ما كان قائده يكون المصدر الوحيد لامتلاك القوة ولاستعمال القوة، دي أمور كلها أنا أتصور يجب التفاهم عليها. احنا عارفين أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الحقيقة هم من الأطراف الفاعلة في الملف الليبي، من المفترض أن يتم تفاهم يعني عالي المستوى فيما يتعلق مسألة ضرورة لملمة الأوضاع في ليبيا، على اعتبار أنها يعني الدولة المفتاح لمواجهة الإرهاب في كل دول الساحل والصحراء. احنا عارفين الأوضاع الأمنية في كل من نيجر، في نيجيريا، في مالي، في إفريقيا الوسطى هي أوضاع غير مستقرة، وهذه الدول بشكل أو بآخر نحن على حدود مباشرة معها أو حدود يعني غير مباشرة نسبيا ومؤثرة على الأمن القومي المصري بشكل كبير. المصلحة هنا المصرية هي حماية الأمن القومي المصري، حماية الحدود المصرية من الاختراق. المصلحة الألمانية هنا هو تحجيم الهجرة غير الشرعية، مساعدة الدول الإفريقية على مزيد من الاستقرار، امتلاك مؤسسة الدولة في إفريقيا على مقدراتها بما يساوي أنها تستطيع أن تتحكم في كامل ترابها الوطني. دي هيعمل حالة من حالات الاستقرار الإقليمي المؤثر على الاستقرار والأمن في أوروبا. احنا بأوروبا بتشهد تحديين أساسيين هو الإرهاب والهجرة غير الشرعية. تفاهم مصري ألماني في هذه الملفات كما أسلفت أنا أظن أنه ممكن يحسن الأوضاع كتير في مصر على مستوى مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية، ويحسن من الأوضاع في ألمانيا وفي كل أوروبا على اعتبار أنها دول مستقبلة للهجرة غير الشرعية حاليا. حديثاً عن أفريقيا كتير من الهموم وكتير من التطلعات، ويمكن في ثروات خاصة طبيعية في أفريقيا لا تستغل بالقدر الأوفى، وده يخلينا نقول أن أو يعني نتذكر دوما ان بيكون في قراءات كتيره جدا لمتخصصين ومتابعين للشان الافريقي بان حتى لما بيكون في مساعي محموده هي ممكن تغير العرض لكن ما بتعالجش المرض نفسه. صحيح. لان تبقى نزاعات استعماريه لافريقيا، استعمارها حتى بياخد اشكال يعني غير تقليديه عن الاستعمار المتعارف عليه، سلب الخيرات بطرق مختلفه جدا، اثاره اضطرابات وقلاقل ونزاعات حدوديه بالتاكيد افريقيا في غنى عنها في هذه المرحله. يعني كيف يمكن أن نغير هذا المصير من وجهة نظر حضرتك يا دكتور؟ أنا الحقيقة أنا بتصور أن الاتحاد الإفريقي بيلعب دور كبير في هذه المسألة. الاتحاد الإفريقي طارح عدد من الأفكار، منها الخطة التنموية الأساسية بتاعته اللي هي 1363. أتصور أن مصر لازم كلها دور كبير في هذه المسألة. هذه الخطة تقوم على عدد من المشروعات الكبرى خصوصا في مجال البنية التحتية اللي بتساعد هذه الدول على أن يكون العلاقات البينية بينها أفضل. من المفروض أن يكون في إرادة سياسية إفريقية للتخلص مما يسمى باتفاقات الاستقلال. يعني أنا أعدد لحضرتك أن بعض الدول الإفريقية خصوصا في منطقة وسط إفريقيا وتابعة للنفوذ الفرنسي وقعت مقابل الاستقلال الإسمي عن الاستعمار الفرنسي ما يسمى باتفاقات الاستقلال، وهذه الاتفاقات تتيح لفرنسا الحصول على ثروات هذه البلاد تصل ل 30 و 40 و 50%
من مثلا معدن الذهب، بالإضافة إن أي معونات دولية بتحصل هذه أو منح أو يعني أي نوع من أنواع الدعم الدولي لهذه الدول الاقتصادي بيتم اقتطاع جزء منه ويودع في البنك المركزي الفرنسي كاحتياطي لهذه الدول. والاستغلال ده ما بيكونش فعلي كمان، طبعاً فدي عمليات سلب مباشر الحقيقة، دي عمليات سلب ونهب استعماري مباشر. أنا أتصور أن على الأفارقة وعلى الدول الإفريقية أنها تتخلص من هذا الميراث المخزي، إنها تسعى لنوع من أنواع التكامل الاقتصادي بينها وبين بعضها. إحنا في مصر وشرق إفريقيا وجنوب إفريقيا ابتدينا خطوة السوق الحرة بين ما سمي بالتكتلات الاقتصادية الثلاثة، وكان في مؤتمر هنا في مصر في 2015 في شرم الشيخ. من المطلوب البناء على مثل هذه الخطوات وأن تتحول إفريقيا إلى فاعل في مصيرها وبالتالي شريك في صناعة القرار الدولي فيما يتعلق بهذا المصير. لكن الحقيقة استمرار الأوضاع على ما هي عليه هيكون له انعكاسات سلبية جدا على الأوضاع في هذه البلاد. احنا بنشوف ان في بلاد بتملك ثروات ولكنها لا تستطيع ان تقوم بخطط التنمية الشاملة في مجتمعاتها، نظرا الى ان هذه اما ثروات منهوبة بحكم اتفاقات الاستقلال او ثروات منهوبة بحكم الفساد الداخلي او ثروات منهوبة بحكم اداء الشركات العابرة للجنسية. المحصلة ان احنا ازاء مؤسسة دولة ضعيفة، ازاء جيوش ضعيفة، إزاء تمردات داخلية نتيجة إن هذه الشعوب لا تحظى ب يعني مستوى حياة آدمي. فنحن أمام قارة، واقع بيقول إن احنا أمام قارة بالغة الثراء، لكن أيضا أمام شعوب من الجوعة وبيعانوا من مجاعات. احنا بنشوف إن نداءات الأمم المتحدة لدولة زي نيجيريا اللي هي من أكبر منتجي البترول فيها مجاعة، فده بسبب الفساد. الصومال بسبب معدلات الدولة الوطنية، معدلات الفقر مخيفة جدا طبعاً. الحقيقة اليمن بسبب الأوضاع في اليمن. فالحقيقة المفارقات الرهنة في إفريقيا لابد وأن ده غير كمان تحديات الغذاء وتحديات الطاقة. طبعا الطاقة في دول كتير، حديثة عن الطاقة هيكون ده مجال كبير وأفق كبير، لأن انت لو طرتي فوق إفريقيا أو طرتي على أجزاء كبيرة من إفريقيا هتلاقي أن انت الجزء الوحيد في القمر الصناعي المضيء في القارة الإفريقية هو مصر. الجزء بتاع الدلتا والنيل لو شفتي صورة القمر الصناعي، طبعا وشمال جزء من دول شمال إفريقيا، لكن سب صحرا أو جنوب الصحراء الكبرى الحقيقة هي دول شبه مسلمة فيما عدا جنوب إفريقيا. وطبعا تقدر الإشارة أن هو مجال مرشح بقوة لتعاون مصر وألمانيا أيضا من طبعا هو على يعني طبقا لما تم إبرامه. إحنا لدينا عدد من الاتفاقات المهمة قامت بها الشركات الكبرى مثل سيمنز، وأعتقد أنها ساهمت بشكل مباشر في حل مشكلة الكهرباء، في إقامة محطات كهرباء جديدة. أتصور أنه فايل الطاقة، لأن كمان الاستفادة من الطاقة الشمسية ده التكنولوجي ألماني طرح على القاهرة، وأتصور أنه هيتم فيه خطوات. وبالتالي ملف الطاقة يمكن هو الملف الأهم في التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا. طبعا التبادل التجاري بالتأكيد هيكون في صالح ألمانيا، لأن ربما لا نصدر لألمانيا كثير من مصر. الأوضاع الصعبة دكتورة أمانيا في أفريقيا تجعل القارة السمراء طاردة للعمالة، وبتتوجه بعد كده هذه العمالة بالتأكيد إلى أوروبا وأمريكا، وإن كان في كثير من الأحيان بتكون بشكل غير شرعي. هؤلاء يفقدوا حياتهم وربما يذهبوا ولا يجدوا أي شيء يعني يستحق هذا العناء، لكن بالتأكيد هذه الهجرة بتشكل عبء مضاف على الدول الجاذبة أو الدول المستقبلة للمهاجرين. يعني كيف يمكن يعني جعل الأوضاع أفضل، وإيه شكل مساهمة الغرب في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا؟ يعني أنا أولا مختلف على فكرة عمالة، لأن الهجرة غير الشرعية هم مش عمالة، هم شخصية، هم يعني أطراف ليس لديها أي مهارات. أنا كلمة العمالة اللي ربما تفتح الطريق بشكل منظم بالضبط، تفتح الطريق لفكرة لماذا لا تقوم الدول الأوروبية والدول الأكثر تقدما بفتح مراكز تدريب على مهن معينة في الدول الإفريقية. يعني في الدولة ذاتها ليه أنت ما نعملش مراكز تدريب كبيرة للتدريب على مهن كثيرة لا يستطيع أو لا يمتلك مهاراتها الأفارقة، وبالتالي يجدوا طريقة لكسب العيش في بلادهم، وبالتالي
يتم تحجيم الهجرة غير الشرعية. المسألة الثانية والأهم هي فكرة سلوك الشركات العابرة الجنسية وطبيعة نهبها لثروات هذه البلاد. نهب أقل لثروات إفريقيا يعني قدرة للدول الإفريقية على تنمية مستدامة، ويعني في الأخير تحجيم لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لأن الشخص اللي بيهاجر وبيخاطر بحياته من أجل الهجرة هو مش لاقي أي أسباب للعيش في بلده. لما تخلقي أسباب العيش في بلاده بالتأكيد الشباب ده مش هيهاجر ببساطة، يعني لأن الظروف في كثير من الدول الإفريقية لا توجد فرص عمل، لا توجد حياة أدمية، لا توجد بنية تحتية، وبالتالي من الطبيعي أن البشر يهربوا من هذه البلاد إلى بلاد أكثر تقدما. لما بنتكلم عن الاحتياجات الإفريقية والمعاناة الإفريقية دايما يعني نصطدم بالثالوث التقليدي، الفقر والجهل والمرض، وربما ثالوث آخر لبعد اقتصادي كبير جدا، المياه، الغذاء، الطاقة. إزاي ممكن الأدوات دي وهذه العناصر المهمة جدا توضع في الحسبان إذا أردنا أن يكون هناك تعاطي غير تقليدي وتفكير خارج الصندوق زي ما دايما بنردد الجملة دي، حتى تتجه القارة السمراء نحو الأفضل وتلعب دور أكثر فعالية على مستوى العالم؟ شوفي، هو القارة الإفريقية تملك إمكانيات زراعة لم تستغل اللي بعد، وده طريق من طرق التنمية المستدامة وطريق من طرق دعم الاقتصادات الإفريقية. الحاجة الثانية أن القارة الإفريقية تفتقد للتصنيع، لأي مرحلة من مراحل التصنيع، وبالتالي البدء في التصنيع للمواد الأولية سواء لمستوى وسيط، يعني مواد وسيطة الصنع أو نهائية الصنع، بيدعم الاقتصادات الإفريقية. دعم البنية التحتية، مشروعات البنية التحتية، الطرق والأساطيل البحرية والسكك الحديدية، بيدعم بشكل أساسي الاقتصادات الإفريقية. طرق الحقيقة متفق عليها فيما يتعلق بمسألة التنمية المستدامة وفيما يتعلق بتحسين الأوضاع في إفريقيا وانتقال إفريقيا من يعني قارة العوز إلى قارة الرفاه. الحقيقة احنا في ملاحظات كانت في وقت الطفرة البترولية، لأن كان في بعض الدول الإفريقية اللي ظهر فيها البترول وخصوصا في خليج غينيا، دول يعني وسط إفريقيا المطلة على المحيط الهادي، وعملت طفرات مهمة في الاقتصاد، وكان في مؤشرات اقتصادية بتقول ان بعض المدن قد نمت ان او قد اتسعت، ان فرص النمو التجاري كبرت، لكن انهيار أسعار البترول أصاب هذه الدول بكبه، وبالتالي الاعتماد المباشر على الموارد الطبيعية بيوصلنا أحيانا إلى كبوات أو إلى فجوات. فالاعتماد على فكرة التصنيع والزراعة طبقا حتى الخطة اللي حطيتها الاتحاد الإفريقي، أتصور أنها الطريق الصحيح لحالة أفضل في إفريقيا. مصر في العمق الأفريقي وأفريقيا في جدول الأولويات المصرية، لو هنقول تفاصيل أكتر عن العنوان ده دكتورة أمانية طويل تقول إيه؟ مصر بالتأكيد عندها توجه نحو أفريقيا حتى الآن في كافة المجالات، لكن أدواته ما زالت قاصرة. يعني اللي بتستطيع القاهرة أنها تقوم به النهاردة أنه يبقى في توجيهات رئاسية بالاهتمام بإفريقيا في كافة من جانب الحكومة وفي كافة الوزارات، لكن من المطلوب أن يكون هناك فعل مصري في إفريقيا، يعني يبقى في استثمار مباشر في إفريقيا، استثمار مباشر مصري في إفريقيا، أن تكون هناك شركات عاملة في إفريقيا. حتى هذه اللحظة هذه المسألة خاضعة لخطط القطاع الخاص المصري وليس خطط وأدوات الحكومة المصرية. بتمنى أن احنا يبقى عندنا أدوات للفعل المصري المباشر في إفريقيا، وأتصور أنه وإن كانت الإرادة اختلفت إيجابا يعني في ظل أنظمة سابقة، طبعاً يعني شفنا زيارات خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي. صحيح، بس احنا يعني عايز أقول لك أن رغم مجهود الرئيس هو ليس كافي، لأن في النهاية يعني مؤسسة الرئاسة مشكورة بتقوم بالواجب اللي عليها، لكن مطلوب ان كل مؤسسات الدولة طبعا تشتغل على فكرة الفعل في افريقيا. البنوك المصرية عليها ان تنتبه في افريقيا، وهي الآلية المناسبة بالمناسبة للاستثمار المباشر في افريقيا زي ما عملت الصين. وكان في كلام في مصر على ان البنوك الكبيرة في مصر هترصد
أظن 14 مليار دولار حاجة زي كده للاستثمار في أفريقيا، وإحنا عارفين الودائع المصرية في البنوك كبيرة، يعني مش هنعتمد على الحكومة ولا حاجة وهنربح. لكن الحقيقة الخطة دي تراجعت، أنا مش عارفة تراجعت ليه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسة. شرفتينا يا دكتورة. شكرا جزيلا. الاتصالات المصرية الأمريكية وتأثيرها على دور واشنطن في وقف تمويل الإرهاب، عنوان حوارنا القادم معكم بعد الفاصل. ترحيب قبلت به تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتهم فيها قطر بتمويل الإرهاب. السعودية والإمارات والبحرين رحبوا بدعوة الرئيس الأمريكي إلى قطر للتوقف فورا عن تمويل الإرهاب، داعية بدورها الدوحة إلى البدء في تصحيح سياستها. السعودية من جانبها أكدت ضرورة التحرك الفوري لوقف تمويل الإرهاب بما ينسجم مع مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض في مايو الماضي. أما الإمارات فقد أشادت بتصريحات ترامب مؤكدة أنه ينبغي على الدوحة أن تراجع سياساتها الإقليمية فيما يتعلق بدعمها المقلق للتطرف. ورأت البحرين من جهتها أن موقف ترامب الحازم يعكس إصرارا شديدا على مواصلة مكافحة كل صور الإرهاب، مشددة على ضرورة التزام قطر بتصحيح سياساتها والانخراط بشفافية في جهود مكافحة الإرهاب. وبعدما كان الموقف الأمريكي من الأزمة الخليجية ضبابيا خلال الأيام الماضية، أتى تصريح ترامب ليجسد الانخراط الأمريكي الكامل في هذه الأزمة، حيث صرح ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني في البيت الأبيض أن دولة قطر قامت تاريخيا بتمويل الإرهاب على مستوى عال جدا. وأضاف ترامب أنه قرر مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون وكبار قادته العسكريين أن الوقت حان لدعوة قطر إلى التوقف عن تمويل الإرهاب. ما الذي يمكن أن تثمره الاتصالات المصرية الأمريكية لتفعيل دور دولتين بالتأكيد يعول عليهما بشكل كبير، ثقل المصري في المنطقة، وأيضا لنا محطات توقف مع المواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية تجاه قضايا المنطقة، سواء من خلال المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، وأيضا على خلفية مقاطعة العلاقات الدبلوماسية الأخيرة مع قطر ومطالبات أمريكية صراحة لقطر بالتوقف عن أنشطتها الداعمة والممولة للإرهاب وتدخلاتها السفيرة في الشؤون الداخلية العربية. نبقى معكم مشاهدينا الكرام ووقفة حوارية حول هذا الموضوع، ويسعدني أن يكون معي في هذا اللقاء الأستاذ مهدي المهندس مهدي عفيفي، عضو اللجنة السياسية للحزب الديمقراطي الأمريكي. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بك وضيوف الكرام. يعني طبعا كان التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه الخلفية كانت لافتة بشكل كبير، وكان في إشادات من الدول العربية أو ربما غالبية الدول العربية اللي وقفت هذه الوقفة الجادة تجاه الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب، وارتقى رد الفعل هذه المرة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وأصداء أخرى بالتأكيد لا تقتصر فقط على مسألة سحب سفراء إزاء قطر. يعني أخذ في البداية يعني قراءة مبدئية لحضرتك على التصريحات الأخيرة أو الموقف الأمريكي لترامب اللي كتير شافوا أنه هو يعني أعطى يعني أفسح المجال بشكل أكبر يعني وأعطى قوة تحفيزية وقوة دفع لهذا الموقف العربي تجاه قطر. وفي الحقيقة الإدارة الأمريكية الآن بصراحة وعن يعني سابقتها أعلنت أن لابد على قطر أن تتوقف عن دعم الإرهاب، بس لابد أن نرجع بعض الخطوات. ما أدى إلى هذا هو العمل الدؤوب من مؤسستين، السياسة المصرية من الخارجية التي تعمل وقد رأيناها تعمل بشكل جيد على مدى العامين أو الثلاثة الماضيين، إضافة عمل الإدارة السياسية في المملكة العربية السعودية. العمل من خلال أروقة واشنطن له أصول وله أساليب. الإدارة السياسية في المملكة العربية السعودية، الإدارة الشابة، الإدارة الواعية، استطاعت أن تدخل داخل أروقة السياسة الأمريكية وتغير
رأي رئيس أمريكي كان يكره الإسلام والمسلمين وبشكل صريح يعادي الإسلام والمسلمين، حتى أنه جاء إلى في أول زيارة له على غير سابقيه في التاريخ الأمريكي للمملكة العربية السعودية، وحضر اجتماعات مع الدول العربية والإسلامية، وكان يثني على العرب وعلى المسلمين لدرجة أنه تناولته يعني الوسائط الاجتماعية المختلفة إلى أنه كاد أن يؤذن في المملكة العربية السعودية. ده يعني هذا التغيير لم يأتي من فراغ، ولابد أن نفهم لماذا وصلنا لهذا وما هو العمل الذي سبق. العمل الذي سبق لابد على السياسي المصري والإدارة المصرية والسعودية أن تقدم الدلائل الكافية للإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تعني بالشعب الأمريكي، وقد قالها ترامب: أمريكا أولا. لا يمكن أن يغير رأيه إن كانت هناك أسباب واقعية تدخل في إطار مصلحته. في الأيام السابقة في جميع لقاءاته كان يثني على لقاءاته في المملكة العربية السعودية بالملك سلمان، ويثني على ما استطاع أن يقدمه هو من خلال اللقاءات العربية. أولا الصفقة الاقتصادية الكبيرة جدا هي دفاعية وغيره، إضافة إعطاءه المواطن الأمريكي ما يريد، ألا وهو الاعتماد على أنه هو الرئيس الذي سيحاول أن يقضي على الإرهاب. فإن كانت الرسالة أو المسألة بين المملكة العربية السعودية أو الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية تنصب في مصلحة الجانبين، نجد أن المصلحة الأمريكية تسعى إلى أن تتوافق مع المصلحة العربية. فلذلك مهم، ليست المسألة هي الإدارة السياسية المصرية أو غيرها أن تعمل مع الإدارة الأمريكية فقط، ولكن استمرارية هذا العمل، لأن الرئيس الأمريكي قال تصريحات، لكن هل هناك قرارات مثيلة للقرارات العربية مثل المقاطعة، إدراج شخصيات معينة أو مؤسسات معينة على قائمة الإرهاب؟ لم تحدث، وهذه لن تحدث إلا إن كانت هناك خطوات تابعة من مصر ومن المملكة العربية السعودية تقنع مين بقى؟ مش الرئيس الأمريكي، تقنع الكونغرس الأمريكي بأن هؤلاء الأشخاص حسب القانون الدولي والقانون الأمريكي لابد من إدراجهم على قائمة الإرهاب. في مجتهدين باشمهندس مهدي بيشوفوا أن تغليظ المواقف تجاه الدول والأطراف والتنظيمات الداعمة للإرهاب ما كانتش نقطة انطلاقه يعني الإجراء اللي اتخذ من قبل بعض الدول أو الكثير من الدول والتصعيد الدبلوماسي اللي حصل مع قطر، وإنما الانطلاقة كانت من الرياض. للقارئ بعمق في التصريحات اللي صدرت عن القادة العرب والغرب، تحديدا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقاربات اللي طرحها سيد الرئيس لمواجهة الإرهاب، وأيضا كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأكيده بأن هذه القمة قد تكون بداية النهاية للدول الداعمة للإرهاب. هو في الحقيقة الكلمة المختصرة التي قالها الرئيس السيسي من من يمول ومن يساند ومن يدرب، هذه كانت كلمة ممتازة. ولذلك كانت هنا البداية في أن الرئيس الأمريكي والإدارة السياسية السعودية التي ساعدت وعملت من وراء الكواليس وصلت إلى هذه المرحلة. ما نقول الآن أن البداية جيدة وممتازة، لكن دعنا نرى ما قامت به قطر. قطر منذ يومين يعني تعاقدت مع مؤسسة أمريكية لتحسين صورتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يقود هذه المؤسسة كان أشكروف الذي هو من القيادات السياسية المعروفة جدا في الحزب الجمهوري، والتي تعمل الآن كمؤسسة استشارية لدعم هذه القرارات. عشان نعمل صح داخل الولايات المتحدة الأمريكية لابد أن نتابع كل شيء. لا يمكن أن تحدث يعني فرقعة أو مجرد يعني بداية بدون متابعات، لأن قطر لم تسكت. قطر لها مصالح اقتصادية. لكن ما فيش رد فعل رسمي صريح صدر عن قطر بعد هذه القطيعة، يعني ما فيش رد فعل صريح، وفي كثير من التساؤلات. يعني هل الأوضاع متجهة إلى الاحتواء أم إلى التصعيد؟ يعني حتى ما فيش معاملة بالمثل حتى من قطر للدول بعد الإجراءات اللي بنت على قرار قطع العلاقات الدبلوماسية معها. البعض بيشوف أن أو في تساؤلات الحقيقة، هل قطر حتسعى إلى
إرسال رسائل تطمينية إلى هذه الدول في هذه المرحلة، أم أنها تعلم أن خلاص مصداقيتها أصبحت على المحك، لأن قبل كده كثيرا ما لم تلتزم بتعهداتها. بعض آخر يرجح أنها حتسعى إلى ارتماء في أحضان دول زي إيران وتركيا مثلا. طبعا بالفعل ما احنا بنقول التحركات القطرية كانت تحركات كثيرة وفي اتجاهات أكثر، لأن ارتماء قطر في أحضان تركيا وإيران، واللي مش مفروض يرتموا مع بعض، يعني مش مفروض إيران وتركيا يبقوا موجودين أبدا في موقع مع بعض. كون أن قطر قامت بهذه التصرفات معناها أن هي تحاول بقدر الإمكان أن تحتوي الموقف وتحمي ليس الشعب القطري، وإنما تحمي يعني الإمارة القطرية. وهذه نقطة أثيرت لأن هناك قاعدة أمريكية داخل قطر، يعني لو هناك حماية مش هتبقى أكتر من حماية الولايات المتحدة الأمريكية. كون أن قطر تسعى إلى حماية إيران وتركيا وتعلم جيدا أنها لن تستطيع أن تستخدم هذه الحماية على أرضها طالما هناك قاعدة أمريكية، ثم تسعى إلى التواصل مع الدول الأوروبية زي ما شفنا في ألمانيا، لقطر لها يعني مشاركات اقتصادية كبيرة جدا، ودي اللي هي بتسعى له في ألمانيا. يعني هي شركة في شركة فولكس فاجن، شركة في سيمنز، أكبر يعني مؤسسة تكنولوجية في العالم. فقطر بتعمل أعمال كثيرة لمحاولة تغيير وجهة النظر. إن لم تكن هناك أعمال مماثلة من الدول العربية التي قامت ببداية هذا الموضوع، سنجد إن هناك احتواء، لأن هناك أدوات المسألة لكن أنهي كفة هتكون أرجح؟ يعني لأن في دول انضمت إلى الدول المقاطعة، يعني هذا يعني في محطات كثيرة في هذا القطار، وكثير من الدول يعني سواء عربية أو غربية بتنضم إلى هذه المقاطعة، لكن في المقابل هناك دول أيضا تتبنى المساعي الاحتوائية، تدعو الحوار، وهي أيضا عربية وغربية. ولو هناخد على يعني سبيل المثال روسيا، يعني هل لما بتدعو للحوار وضبط النفس وأن يكون في طرق سلمية في التعاطي، ولا ينبغي أن تخرج قطر من السرب العربي والخليجي وما إلى ذلك، هل هي دي فعلا وجهة النظر الروسية؟ أم أنها يمكن أن تفهم في سياق المصالح؟ ده جزء، ولا ننفي أيضا الولايات المتحدة وترامب يجهر بذلك، يعني تبحث عن مصالحها في المقام الأول، وممكن يكون أيضا على غرار العلاقة اللدودة اللي طالما شاهدناها ونشهدها بين الولايات المتحدة وروسيا. هو روسيا تحاول الآن ألا تخلق أي صراعات لها في منطقة الشرق الأوسط. هي لديها الصراع السوري يعني المحتدم، هو ده بالكفاية. ورأينا من وزير الخارجية الروسي أن خطابه يعني عائم، ليس له ولا اتجاه كذا ولا كذا، هو بيقول لابد أن احنا نبقى كلنا أصدقاء ونحتوي الموضوع والمسألة العربية تكون في الداخل العربي، لكن لم يكن له يعني موقف محدد أو موقف صارم في هذه المسألة. الولايات المتحدة الأمريكية جاهرت بالموضوع لأنها عرض عليها ما يستوجب أن تتحرك من أجله وما يقع في المصلحة الأمريكية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كما رأينا في بعض الأحيان تكون متحفظة ولم تكمل الطريق. يعني النهاردة الدول العربية ومنها السعودية ومصر والإمارات قامت بتقديم المستندات عن مجموعة من المؤسسات ومجموعة من الأشخاص اللي بعض منهم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء مثيل. فده معناه أن الإجراءات الأخرى محتاجة شغل أكتر من الدول العربية لإقناع السياسي الأمريكي وإقناع المتخذ القرار والمؤسسات الفكرية التي الآن لازالت تبحث هذا الموضوع، بأن ما يجري في قطر هو فعلا كان دعم للإرهاب، وليس فقط أن بعض من الدول العربية أثارت هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي، لأن الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يجبر القضاء الأمريكي أو حتى وزارة العدل الأمريكية بتصنيف مؤسسات. وكما ذكرنا مرة لما كان هناك مشروع قرار بشأن الإخوان المسلمين، هو في الحقيقة مش كده، مشروع القرار كان مقدم من السنة ومن الكونغرس من كلا مجلس الشيوخ ومجلس النواب لوزير المالية، وزير الدفاع، وزير الخارجية، بإعطاء الكونغرس المعلومات التي تمكنه من التصنيف، لأن تصنيف مؤسسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية ليس بيد أي مؤسسة إلا إن كانت هناك عوامل اقتصادية. يعني هم وزارة المالية ليه؟ لأن عايزين يعرفوا لو في تحويل الأموال راح منين والفين واستخدم في إيه، هل هذا التحويل
يقع تحت طائلة القانون من أنه كان بتمويل مؤسسات تعمل في الإرهاب أو إلى آخره. المؤسسة العسكرية برضو تدي قراراتها هؤلاء الأفراد أو هؤلاء المؤسسات تدريبهم كان بيتعمل إيه؟ يعني على إطار ما قال الرئيس السيسي في الخطاب إن لو هذه المسائل استطعنا أن نثبتها يمكن للسياسي الأمريكي أن يقول تصنيف مؤسسة بعينها أو تصنيف مجموعة من الأشخاص كأنهم إرهابيين من دون. لأي مدى حضرتك بتشوف أن الإجراءات العقابية يعني المقاطعة الأخيرة ساهمت في حصار قطر؟ هو هناك حصار اقتصادي معروف جدا وأدى إلى يعني قهقرة الريال القطري. أعتقد استمرار هذا الضغط وانضمام يعني على الدول العربية أن تحاول ضم دول أخرى إليها حتى تكون المسألة يعني أقوى. أن يعرض هذا الموضوع في مجلس الأمن كما يعني أنا طبعا في مجلس الأمن السفير المصري في مجلس الأمن عرضه كمبدأ، بس لابد أن يكون هناك دعم لهذا القرار ولابد أن تكون هناك استمرارية، لأن ما رأيناه أنا كباحث ومتابع رأيت أن قطر لم تسكت يعني، ودي شيء كبير جدا كون انها في عقر الدولة الامريكية تعمل مع مؤسسة امريكية في تحسين صورتها. هي لم تسكت لكنها تؤمن نفسها من جوانب اخرى ولا تسعى الى تضميد الجراح مع اشقائها العرب بالضبط فهي هذه هي المسألة، يعني هي لم تلجأ الى تضميد الجراح او حتى الاعتذار او الى شيء، بل هي اتجهت الى اسلوب المواجهة. يعني بدأت من خلال زيارتها، يعني سمعنا تصريح المانيا في أول زيارة لوزير خارجية قطر لألمانيا، كانت التصريحات في رأيي أنا يعني مخزية، إزاي إن يعني الدول العربية دي كلها والمصالح وبمجرد زيارة وزير خارجية أو مسؤول قطري إلى ألمانيا تقوم ألمانيا وتتكلم بهذا الشكل. فلذلك مهم جدا أن يكون هناك متابعات. السياسة الدولية ليست بالمسألة البسيطة، مش مسألة أن مقاطعة وانتهت، هناك قطر لن تسكت ولديها أذرع في دول مختلفة. لكن هي يستقيم يعني أن تحدث ألمانيا عن مواجهة الإرهاب والتكاتف لمواجهة الإرهاب وفي ذات الوقت يعني يكون فيها مثل هذه التصريحات التي لا ترقى إلى يعني التضامن مع هذه المواجهة مع دولة ثبت عالميا بأنها حاضنة للإرهاب؟ إحنا بنقول ثبت عالميا، لكن لو ثبت عالميا كانت ألمانيا قالت كده. مهدان الفارق إن إحنا بنقول ثبت عالميا عشان يثبت عالميا. هل دلوقتي المؤسسات الأمنية الدولية زي الانتربول، هل هؤلاء الأشخاص تم تبليغهم بالانتربول وتم وضعهم تحت قوائم الترقب العالمية؟ لا طبعا، وإلا ما كانتش ألمانيا. هل في إجراءات تصعيدية أخرى يمكن أن تتخذ في الفترة اللي جاية؟ يعني في كلام عن تجميد الأرصدة القطرية، يعني إجراءات قد ترقى إلى حظر اقتصادي بالضبط يمارس على قطر. يعني هل بالفعل يمكن أن يحدث؟ لابد أن يحدث إن لم تستمر هذه الإجراءات، بل تبعتها إجراءات أخرى، لدرجة أن في بعض من المفكرين بيقولوا أن في شيء ممكن فعلا يضر قطر جدا دوليا وعالميا، ألا وهو المناداة بوقف أن تكون المباريات الأولمبية في قطر في سنة 22. ما هي قطر سيكون لديها جمع عالمي لو النهاردة بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الدول قالت ان احنا بنعترض ان بلد يعني تدعم الارهاب ان تقوم بمسألة بهذا الشكل، دي مسألة ستضر قطر. الاستعانة بإيران وتركيا استاذ مهدي من قبل قطر يعني في هذه المرحلة، ألا ترى يعني ان يعني الحكم الرشيد ينقص قطر بشكل كبير بأن تتجه مثل هذا التوجه، لأن ربما ذلك يضيف أدلة دامغة أخرى على احتضان قطر للتنظيمات الإرهابية ودعمها للإرهاب؟ هو قطر هذا التصرف جاء لأنها تريد أن تضع العالم في مأزق، لأنها عارفة أن الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت على أراضيها قوات تركية لن تكون هناك تدخلات أمريكية أبدا، إضافة أن وجود إيران ايضا في قطر وتقربها مع ايران اشعلت يعني زي اللي بيحاول يشعل نيران في كل مكان لحماية نفسه. ما تم من قطر هو محاولة احتضارية، بيحاول السياسي القطري او القيادي القطري يحاول من خلال ادخال قوات خارجة عن بلاده داخل الاراضي، التعامل مع بلاد زي المانيا واوروبا، التفاوض مع
كل ما يمكن عمله بما فيه يعني استقطاب مؤسسات دولية للدفاع عنه، ويحاول بكل السبل وكل الطرق حماية نظامه. طيب التصرفات القطرية بقى على خلفية الأزمة دي أستاذ مهدي، هل من وجهة نظر حضرتك بتدني من سقف التوقعات من يكون في يعني استجابة للحديث المتصاعد الآن، مش هقول عن تغيير الوجوه في الحكم في قطر، على الأقل إعادة النظر في السياسات القطرية في هذه المرحلة؟ ما أراه أن رد الفعل القطري كان رد متعنت، لأنه عارف أن المطالبات بدأت بتغيير نظام الحكم القطري، ودي كانت مسألة مش سرية، بدأت أول مطالبات تغيير نظام الحكم القطري، فهو الآن يحمي النظام مهما كلفه الأمر، لأنه بالنسبة المطالبات من خارج قطر أم أيضا من داخل قطر؟ ومن داخل قطر، هناك مؤسسات أنشئت في سويسرا يعني معارضين قطريين أنشأوا مؤسسات في سويسرا للمعارضة في قطر، وهناك داخل قطر، لكن في داخل قطر طبعا المسألة محكومة أكثر بكثير، هناك معارضين حتى في الكويت، ومن الغريب في الأمر أن نرى حتى رد فعل الكويت، ودي نقطة مهمة جدا على المجتمع العربي، لماذا يعني الكويت بالذات تأخذ هذا الموقف من قطر؟ هل معنى أنها لم تكن متأثرة، يعني هل نظام الحكم الكويتي بما أنه لم يكن متأثر مباشرة من التدخلات القطرية أن يقف بهذا المستوى؟ لا، مفروض أن يكون في تنسيق أكبر من المجموعة العربية من 4 دول مع الدول الأخرى، حتى لا تكون المسألة يعني تميع يعني بهذا الشكل. سيتم تميع المسألة وكأن شيء لم يكن. المشكلة كمان يا أستاذ مهدي في يعني معضلة إذا صح توصيفها بكده، ان الممارسات القطريه داعمه للارهاب واللي بتتدخل في شؤون الداخليه العربيه بالتاكيد هي ليست في صالح الدول العربيه ولا في صالح الولايات المتحده، لا تصب في مصالح الولايات المتحده. لكن في ذات الوقت هناك طرح ايضا بان تفاقم الازمه بين قطر وبين الدول الخليجيه والدول العربيه بصفه عامه، وان يكون في اي حديث عن خروجها من هذا السرب العربي ايضا هي مسار تخوفات على مصالح الجميع وتحديدا المصالح الأمريكية، وربما وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون يعني كان لي تصريحات يعني مقتربة من يعني هذه الدلالات. يعني هل ترى أن الولايات المتحدة لن تصبر كثيرا على ما تفعله قطر، وإلى أي مدى فعلا ممكن تكون أيضا هذه المرحلة بقدر ما يحسب لها من إنجازات بشكل نسبي إلا أنها أيضا تضع الأمور على المحك؟ هو حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، التصريحات الأمريكية التي قد ترى كأنها متضاربة من سياسيين أمريكيين مختلفين أو من الإدارة الأمريكية نفسها. نعم. ده شيء إحنا من خلال عملنا من خلال ده شيء متوقع، لأن الإدارة الأمريكية دائما ومؤسساتها المختلفة لابد أن يكون لها مخرج في حالة تغيير الموقف. كون أن وزير الخارجية يصدر يعني تصريح مخالف للرئيس الدولة، وخاصة أن ترامب ليس بالرئيس التقليدي للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في أول الأزمة رأيناه بعد تويتر أن قطر تدعم الإرهاب، وفي أقل من 12 ساعة في خلال نفس اليوم بعد تويتة تانية بيقول لابد أن نستدعي ونستضيف كل الأطراف العربية في واشنطن للحوار. إزاي من 12 ساعة أي حاجة؟ فلابد. طب ده معنى كلام حضرتك ان احنا ما نعولش على التصريحات الامريكيه؟ على التويت بتاعه الرئيس دونالد ترامب جاء بفكر انه خارج من السرب السياسي. فلابد ان نتفهم انه التويتات بتاعته ليست قرارات سياسيه. القرارات السياسيه التنفيذيه يتم الغائها في 24 ساعه، قاضي يقول له انت ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله. فلابد ان نتفهم ان الرئيس الامريكي ليس هو الاداره الوحيده التي تحكم في الولايات المتحده الامريكيه. وأكبر مثال على هذا الاستقبال الحافل لرئيس السيسي في واشنطن، وده اللي المفترض يكون لما بتكون بتتعامل مع دولة مؤسسات. بالضبط، بعد الاستقبال الحافل أيام قليلة الكونغرس يدرس الأوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الأولية في مصر، والناس بتستغرب. الناس بتستغرب لأن أنتوا ما عملتوش حاجة، أنتوا اتكلمتوا فرحتوا قوي بأن هناك استقبال محترم في واشنطن، لكن ليست هذه هي السياسات بتاعت الدولة. الرئيس الأمريكي لا يعطي سياسات مطلقة، يعطي مؤشرات جيدة، لابد أن نعمل وراء هذه المؤشرات للإثبات لمتخذ القرار الحقيقي ألا وهو الكونغرس. لأن الرئيس الأمريكي لو عمل قرار الكونغرس 60% بلس زائد يعني أكثر من 60% يلغي القرار، فمتخذ القرار الأساسي هو الكونغرس. ولذلك أنا أتمنى
من البرلمانيين المصريين وفي مجموعة منهم سافرت دلوقتي، أتمنى أن يستطيعوا إقناع الكونغرس بالوسائل الصحيحة، لأن ما ينفعش الكلام، لابد أروح وأنا مجهز، بجهز نفسي بالتقارير، مجهز نفسي بالمعلومات، بالحاجات اللي يمكن الاستناد عليها عشان أتكلم في أي موضوع. واستطاعت المملكة العربية السعودية أن تفعل ذلك من خلال إقناعها للإدارة الأمريكية إن من مصلحتها أن تنضم إلى السعودية ومصر والإمارات في مكافحة الإرهاب، وأن قطر هي الراعية للإرهاب. اسمح لي سريعا أختتم بما بدأت به، إلى أي مدى ترى أن هناك استراتيجية متكاملة بين مصر ودول عربية الولايات المتحدة لوقف تمويل ودعم الإرهاب، وبالتأكيد واحدة من يعني نقاط الاختبار في هذه المرحلة هو التعاطي مع قطر؟ أنا في الحقيقة ما رأيتش خارطة طريق كاملة للتعاطي بهذا الموضوع بالكامل. أنا أنظر ليعني خطوات أولى وثانية وثالثة وتوابع. أعتقد أن هناك كانت بداية ممتازة وجيدة. إن لم تكن هناك نقاط لاستكمال هذا الطريق، ستستطيع قطر أن تقنع الدول التي تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية نفسها إن لم تجد يعني استكمال لهذا الطريق ستأخذ الحياد، موقف الحياد، لأن قطر في مكان خطر في منطقة الشرق الأوسط ولديها إمكانيات مختلفة، وقد يؤدي نهاية الموضوع إلى تعويم الموضوع بشكل كامل، ولن نرى شيء إن لم تستطع الدول العربية مرة أخرى أن تستمر في هذا الضغط وهذه المعلومات للولايات المتحدة الأمريكية. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا المهندس مهدي عفيفي، عضو اللجنة السياسية للحزب الديمقراطي الأمريكي، شرفتنا جزيلا. أشكركم مشاهدينا الكرام، ختم لقائنا مع حضراتكم النهاردة، وبالتأكيد لقاءات يومية متكررة مع فرق عمل أخرى في برنامجنا من القاهرة. بشكر لحضراتكم حسن المتابعة، وتصبحوا على خير.